مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. واحد مننا ده كان شعار حمله حمدين صباحي المفاجاه، حمدين صباحي الحلم، حمدين صباحي اللي نجح في صمت ودون توقع في انه يحصد اصوات 4,820,273. حمدين صباحي الذي لم يخرج من مؤسسة، من نظام قديم، من جماعة لها تاريخ. حمدين صباحي اللي خرج من بين الناس. معايا النهاردة حمدين صباحي المرشح السابق واللاحق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي اللي ناس عتبت عليه وناس زعلت منه، ولما زعلوا منه ما قدروش يزعلوا قوي، لكن زعلوا بعتب المحب. زعلوا لأن ما فيهموش، هو غير مواقفه. هو لما قال دخل العملية الانتخابية وفيها أخطاء وفيها انتقادات جمة، هل انقلب على العملية الديمقراطية؟ هل هو قرر أنه يهدي المعبد لأنه ما بقاش فيه؟ هل الأصوات الكتير والمحبين كانوا واخدين موقف لحمدين لأنه صوت مختلف وكانوا يتوقعوا منه شيء آخر؟ هل الموقف اللي ظهر من حمدين هو موقفه الحقيقي؟ حمدين مشروع وأمل ومستقبل لناس كتير في مصر، تجربة كانت فيها شيء من التفاؤل. شمس طلعت في وقت صراع غريب، أسماء مختلف عليها، الناس فوجئت بأن في واحد زينا. ربما ابتسامته، حمدين عنده ابتسامة ودودة قوي، ربما صدقه وصل للناس، علشان كده كان الزعل منه. طب الناس زعلانة أن حمدين نزل الميدان، ما من حقه ينزل الميدان، ما هو ابن الميدان. ما جايز جزء من قوة حمدين طول الوقت انه منحاز للناس، انه صوت الناس، انه طول عمره تاريخه من ايام ما كان رئيس اتحاد طلاب ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر، هو واحد طول الوقت شايل هم الناس، طول الوقت بيعارض بطريقته. اختلف معاه سياسيا، اتفق سياسيا، لكن عمره ما دور، عمر ما كان في ازمة لما كان فيها حمدين واضح انه منحاز للناس. طيب يبقى مش المشكلة الميدان، المشكلة ايه؟ المشكلة طعنه على الانتخابات، على ان الانتخابات لم تكن نزيهة. طب ليه دخلها؟ هل المشكلة انه شايف ان شفيق ومرسي لا يمثلان الثورة؟ ما انت دخلت قصادهم. اذا فحمدين اكيد عنده فلسفة، الشخص الذي وهب حياته للنضال اكيد عنده وجهة نظر، بس كمان لازم نحترم وجهة النظر الاخرى التي تختلف مع المرشح الرئاسي السابق، لانه كانوا بيشوفوا فيه انه الرئيس القادم، وانه قدر يكسر حاجز التسلط والهيمنه وفكره المؤسسه، وان الشخص يمكن ان يكون خلفه مؤسسه. كان من ملامح حمدين صباحي الناس اللي معاه. الناس اللي مع حمدين كان لهم ملمح خاص جدا. ناس عاديه، ناس طلعت فلوس من جيبها علشان تجيب رئيس، ناس وهبت وقتها وصحتها ولفت وراه علشان حست إن في مشروع صادق مش بتاع حد، بتاع البلد. هذا المشروع يجب حمايته بغض النظر، حتى لو ما دخلش هذه الدور، حتى لو ما كانش موجود في هذه الانتخابات، لكن ده حلم، الحلم يجب الحفاظ عليه. من أرضية الحلم هيكون حواري مع الأستاذ حمدين صباحي النهاردة. هسأله كل الأسئلة المحبة والمعاتبة، وحمدين من الأشخاص الذي يجب أن تتعامل معهم بعتب وليس بغضب. فالأهل، لأنه واحد مننا، يجب أنهم يتعاتبوا، مش يجب أنهم يتخاصموا، يجب أنهم يسألوا علشان يسمعوا. حمدين ممكن يراجع مواقفه، ممكن يكون لمواقف إحنا مش فاهمينها، ده اللي هنطرحه عليه النهاردة. طيب قبل ما نروح لحواري الممتد واللي عايز أفسح له أغلب الوقت في حلقتي النهاردة، خليني أقول لكم إيه اللي حصل بسرعة النهاردة. النهاردة المحكمة قررت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة السيد المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل جلسة محاكمة 24 متهما من أعضاء الحزب الوطني المنحل المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين في شهر فبراير الماضي، المعروفة باسم موقعة الجمل، لجلسة الغد لسماع شهادة كل من اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري، السيد أحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور
المهندس ممدوح حمزة، بعدها بيوم هيكون هناك سماع شهادة الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور صفوت حجازي العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين. تحدد يوم 13 من نفس الشهر لاستماع لشهادة توفيق عكاشة. طيب النهاردة كان في إيه؟ النهاردة المحكمة كانت مفترض أنها تسمع شهادة ثلاثة، أنا كنت واحد منهم. سبب ده كله هو الحوار الذي أجريته مع السيد الفريق أحمد شفيق. حصل لغط كتير على أن أنا رايح أشهد في موقعات الجمل، أنا لم أكن شاهدا في موقعات الجمل لأن ماليش شهادة فيها، ماليش دور فيها، لا أعلم عنها شيء، أنا أتابعها مثلكم تماما. أنا كنت رايح أشهد على الحوار الذي جرى مع الفريق أحمد شفيق النهاردة. كان السيد المستشار بيسألني عن هذا الحوار، ماذا دار فيه، عن الأسئلة التي دارت، عن اتهامات الفريق أحمد شفيق لجماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك في موقعة الجمل المسمى بموقعة الجمل. الإشارات في الحوار كانت بتشير أن الإخوان ضالعين في عملية الاعتداء على المتظاهرين. أنا قلت شهادتي كما جاءت في المحكمة النهاردة، ولأن جمهوري من حقه، جمهور سي بي سي من حقه يعرف إيه اللي دار. أنا تحدثت عن ما قاله شفيق وقلت أن السيد شفيق كان بيستند إلى اتهامات من اللواء حسن الرويني، لأنه كان مستند إلى الصحف وكان بيقول اقروا موجود حاجات كده. كان السؤال الرئيسي، وأعتقد أن هذا هو سبب استدعائي للشهادة، هو من الشخص الثوري اللي دخل على التليفون في الفاصل وأكد كلام الفريق شفيق. هذا الشخص هو الأستاذ الدكتور ممدوح حمزة. في وقت الحلقة اللي اتصل بي في الفاصل هو الدكتور ممدوح حمزة وقال لي لو سمحت الآن قول للفريق شفيق التالي، وهذا ما قلته المحكمة، أن الواقعة صحيحة، أن حصل حوار بالفعل، وأنه سمع بأذنيه. كلمة سمع بأذنيه كما اعتقدت وكما اعتقد الفريق شفيق في الحكاية أنه كان موجود في المكان الواقعة نفسها، انه سمع بودانه ان اللي هو حسن الرويني قال ان اللي منزلش الاخ اللي فوق ده، مش عارف، مش فاكر بالظبط قال بدقن ولا من غير دقن، انا هطلع اجيبهم. بعد كده بقت في عسكري واقف قال هنشو، يعني مش عارف الرواية جاية ازاي يعني. وقال لي التصويب في الرواية ان هذا الحوار كان مع الدكتور صفوت حجازي، والدكتور صفوت حجازي قال له خلاص انا هطلع اجيبهم. هذا ما قاله وأمام زملائي هنا الدكتور ممدوح حمزة، ونقلته إلى الفريق شفيق وطلب مني عدم ذكر اسمه. قال لي، قلت له أقول اسمك، أقول إن حضرتك اللي بصح؟ قال لي لا، أنا بس ببلغ الفريق شفيق بهذه الرواية. وقلت للمحكمة أيضا أن التقيت بعدها بأيام بالدكتور ممدوح حمزة في واحدة من المناسبات في زفاف يعني، وانه قال لي انتوا التبس عليكم الامر، انا ما كنتش موجود في الواقع، انا سمعت باذني من اللواء حسن الرويني هو الذي حكى لي هذه الواقعه. هذا ما قلته المحكمه. المحكمه بعد كده شغلت الحلقه، اتفرجوا المدعين بالحق المدني والمدافعين او المحامين عن المتهمين على جزء كبير من الحلقه، كان في جزء اللي دار فيه هذا الحوار، اجزاء اخرى من الحلقه. المحكمه بعدها وجهت لي بعض الاسئله، هل اطلعني الفريق شفيق على اي مستندات؟ قلت له لا، ما اطلعنيش على اي مستندات. سال المحامين هل تحب ان توجهوا اي اسئله للشاهد؟ قال له لا. كان قبلي الزميل سيد علي صاحب برنامج حدوته مصريه في المحور اللي قدم سيديهات كتير وحاجات من بداية موقعة الجمل حتى الآن، فخد وقت طويل قوي. أنا الوقت اللي أنا خدته الطويل كان في عرض جزء كبير من الحلقة، وهذا كان دوري في الشهادة ولا غير، ليس لي علاقة بموقعة الجمل. أنا كانت شهادتي على حوار الفريق شفيق، علشان في بعض الناس مش فاهمة أنا ليه رحت. طبعا يعني ده قرار المحكمة، المحكمة كان ممكن تستعيد عن ده، لأنها هتسمع الفريق شفيق وهتسمع الدكتور ممدوح حمزة اللي هيقول ان انا قلت. انا طبعا قبل ما اذكر اسم الدكتور ممدوح حمزة احتراما للمهنة، رغم اني سألت قانونيا قبليها، استأذنته، قلت له انا سألت قانونا قالوا لي ما بقاش سر، يعني ما بقاش مصدر بيقول لك انت معلومة، فمن حقي ان احتفظ بالمصدر ولا افصى عنه لاي احد ايا كان سرية الحفاظ على المصادر، ده بيكفله لي القانون كصحفي. ولكن لان المسألة شاعت وبقت اكتر من حد،
فلازم تفصل عنه المحكمة. فاستأذنت الدكتور ممدوح حمزة فقال لي قول أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا ما كنتش عايز أقول اسمي لأن الموضوع لا يستحق، أنا كنت أؤكد وأصوب في وقت واحد وهذا ما تم. ضرب تكسير العظام ما بين مرشح الإخوان المسلمين دكتور محمد مرسي والمرشح الفريق أحمد شفيق بقت في العظم. فريق شفيق النهاردة بيقول لهم بقى أنا هدفع حياتي، كان عامل مؤتمر صحفي، أدفع حياتي ثمنا لإنقاذ مصر من الجماعة، وكأن الجماعة هي الوبال اللي هيدمر مصر، وأنا ممكن أموت علشان أنقذ مصر منكم وإنقاذ مصر منهم أن يكون هو رئيسا. في الناحية التانية الجماعة بقى شد حملة شديدة على الفريق وبتقول له انك بتسعى لتشويه صورة الاخوان لدى الناس بغيض صرف الناخبين عن تأييد دكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وتأييدك انت او على الاقل مقاطعة الانتخابات، وقالت ده اسلوب المفلسين اللي ما بيحترموش القيم والاخلاق وشرف الخصومة بحسب تعبير البيان. وقالوا له كمان ما تنساش ان انت مش عارف، هو مش متهم في ايه، بس مسؤول عن قتل الشهداء في ميدان التحرير وكانوا يقصدون موقعة الجمل. انا نفسي يبقى الصراع، انت عندك ايه للبلد، انت تقدر تعمل ايه للبلد، انا اتميز عن منافسي بايه، بدل ما تبقى المسألة خناق وشتيمة واتهامات. صدقوني يعني بحكم معرفتي الصغيرة بالقانون كل ده كلام مرسل. اذا كان الضباط المتهمين بالقتل اللي كانوا موجودين في الميادين المحكمة لم تستطع أن تثبت أنهم قتلوا برأتهم ولم يكن هناك أدلة أنهم قتلوا، هتيجي النهاردة تقنعني أنك يمكن أن تثبت أن الإخوان المسلمين لأنهم كانوا في شقق ولا كانوا عاملين مولوتوف ولا كانوا إيه مدانين بالقتل وقتل المتظاهرين؟ طبعا ده كلام عبس، ده كلام تضيع وقت، ماليش دعوة بقى في قانون، بس في النهاية احنا عايزين إثباتات، عايز حد يقول لدي الدليل ودي التسجيل ودي السلاح المستخدم ودي الرصاص ومين قتل ومين اتقتل، لكن كلام كده هو كلام انتخابي بيثير زوابع وعامل فتنة في مصر ومخاوف الناس بتزداد، فربنا يستر. هناك أزمات حتى الآن، يعني بعد ما قلنا أن الجمعية التأسيسية للدستور تم الاتفاق على أسماء المرشحة للجمعيات التأسيسية، عندنا مجموعة من الأزمات، مجموعة من الأحزاب، حزب المصريين الأحرار قرر الانسحاب هو والحزب الديمقراطي، أعتقد حزب الكرامة كمان قرر الانسحاب من الجمعيات التأسيسية، جبهة الإبداع المصري رفض الجمعيات التأسيسية، حزب النور وحزب الحرية والعدالة واخدين 50%، 50% اتحطت فيه القوى المدنية مع الأزهر والكنيسة والمؤسسات ومؤسسات الدولة، ده رفضه جبهة الإبداع. رفضين أيضا أن يتم التعامل مع حزب الوسط على أنه من المجموعة المدنية وشايفينه تيار حزب له مرجعية دينية فيجب أن يكون من نسبة 50% الخاصة بحزب الحرية والعدالة والنور، يعني خناقة جديدة وإحنا مقربين وبنقول خلاص هنعمل التأسيسية شكلها لسه هنستنى شويتين. جبهة الإبداع المصري على رأسهم الأستاذ حمد أنديل، الأستاذ خالد يوسف، الأستاذ محمد العدل، الأستاذ سامح الصريتي وغيرهم من الأسماء، قالوا أنهم حيلجأوا للقضاء وعاملين فعاليات تصعيدية اعتراضا على الجمعية التأسيسية. طيب مجلس الشورى داخل في صدام مع نقابة الصحفيين، وأنا وأنا مغمض منحاز لنقابة الصحفيين وزملائي المحترمين. الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس عمل اجتماع مشترك بمجلس الشورى حاطين شوية شروط علشان يجيبوا رؤساء تحرير، هي شروط مضحكة جدا وكأنها متفصلة تفصيل على أشخاص بعينهم. النهاردة مجموعة من الزملاء الأعزاء في نقابة الصحفيين منهم الأستاذ جمال فهمي، الأستاذ عبير سعدي، الأستاذ علاء العطار، الأستاذ كارم محمود، الأستاذ أسامة داود، الأستاذ هشام يونس، دول أعضاء مجلس النقابة انسحبوا من الاجتماع فيما استمر نقيب الصحفيين الأستاذ ممدوح الولي، الأستاذ أعضاء النقابة جمال عبد الرحيم، هاني عمارة، حاتم زكريا، إبراهيم أبو كيلة. الشورى ورئيس مجلس الشورى
بيقول لك اللي عايز يتعين رئيس تحرير يجيب له ارشيفه وملفه ويثبت ان هو بيجيد لغه، وعلشان نشوفه نشر قد ايه وبقى قد ايه. اداره الصحف عمرها ما بتتم بهذا الشكل ابدا. اداره الصحف لها قواعد ومعايير اخرى. هذا التدخل اللي بيحط نقابه الصحفيين فيه شكلا، لكن هيعملوا رقابه من مجلس الشورى ووجود الحزب الوطني؟ ما قدرش يعمل كده، كان بيلعب في فكره انه يستطيع ان ياتي برئيس التحرير اللي هو عايزه من خلال المجلس الاعلى للصحافه وخضوعنا. كنا بنامل ان الصحافه تستقل، لكن يبدو ان النوايا ليست طيبه. معي الاستاذ زميلنا الاستاذ كارم محمود. كارم محمود سكرتير عام نقابه الصحفيين. اهلا استاذ كارم. اهلا استاذ خير، ازيك؟ اهلا بيك، ازاي صحتك؟ الحمد لله. استاذ كارم، لماذا انسحبتم من الاجتماع مع الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى؟ يعني انا الحقيقه انا بس عايز اوضح، احنا لم ننسحب من الاجتماع، احنا ما حضرناش اصلا. ما حضرتوش؟ احنا قاطعنا الاجتماع. نعم، احنا قاطعنا الاجتماع، رفضنا حضوره من الاساس، وكلفنا الزميلين العزيزين الاستاذين خالد ميري وهشام يونس بالتوجه نيابه عنا نحن السبعه المقاطعون الاجتماع لمقابله الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى وتسليمه بيان شرحنا فيه اسباب مقاطعتنا لهذا الاجتماع، ويعني اعترضنا فيه بشكل واضح لا لبس فيه على الطريقه التي يريد بها مجلس الشورى يعني اختيار رؤساء تحرير على المقاس، او تفصيل رؤساء تحرير بشكل غريب جدا وغير مسبوق ومش معمول به في اي دوله في العالم. ووضعوا زي ما انت تفضلت، وانت طبعا زميل صحفي قدير وعزيز، تفضلت وقلت ان وضعوا معايير مضحكه جدا. ولا يمكن ان تدار بها المؤسسات الصحفيه، ولا يمكن ان تشارك نقابه الصحفيين التي نضلت طوال تاريخ طويل ضد تسلط مجلس الشورى على الصحف القوميه. لا يمكن ان تكون نقابه الصحفيين الان برافان او محلل يختبئ وراء مجلس الشورى باغلبيته الحاليه التي تتوهم انها تستطيع ان ترس الحزب الوطني المنحل بكل فوقاته التي نضل الصحفيين ضدها كثيرا، ترس في السيطره على المؤسسات الصحفيه القوميه او على الاعلام الرسمي سواء الصحافه او التلفزيون. الخطوات اللي هتتخذها النقابه او اعضاء مجلس النقابه، انا مش عارف، يبدو ان الامر وكان النقيب هنا في ناحيه واغلب الاعضاء في ناحيه اخرى، كيف يبدو الامر يعني؟ يعني هذا صحيح تماما. يعني يعني شوف، انا بس عايز اقول اوضح انه حتى عدد من الزملاء الذين حضروا الاجتماع النهارده وهم خمسه من ضمنهم النقيب، عدد من اللي حضروا الاجتماع هم ايضا، وانا اؤكد ذلك وهذا ما قالوه يعني حتى في الاجتماعات السابقه للنقابه، يعني هم ايضا ابدوا اعتراضا شديدا على تلك المعايير التي انت وصفتها، وانت محق تماما بانها معايير مضحكه، وانا اقول انها غير مسبوقه ولا يمكن ان تمر. استاذ كارم، هل من المتوقع ان اغلبيه اعضاء مجلس النقابه يتقدمون باستقالتهم؟ هل من المتوقع ان تكون هناك دعوه لجمعيه عموميه للصحفيين؟ لا، فكره الاستقاله مرفوضه تماما يعني بيننا احنا السبعه، يعني السبعه يعني اغلبيه المجلس، دول اغلبيه المجلس. نعم. واكرر واؤكد ان ايضا عدد من الزملاء الذين حضروا الاجتماع اليوم هم ايضا ضد، يعني غير السبعه في ناس من اللي حضروا الاجتماع، زملاء من اللي حضروا الاجتماع النهارده هم ايضا ضد هذه المعايير، ولكن راوا انه يعني بالنسبه لهم وجهه نظرهم ان هم قالوا احنا نروح نحضر الاجتماع ونعبر يعني في مواجهه رئيس مجلس الشورى واعضاء لجنه الثقافه والاعلام، نعبر عن رفضنا لهذه المعايير. ولكن هو للاسف الاجتماع يعني استغرق يمكن يعني اقل من الساعه، ولم يستجب رئيس مجلس الشورى الا لتعديلين طفيفين ويعني شكليين، تعديل شكلي تماما
يعني من المعايير اللي كانت موضوعه هو تعديل انه فقط يعني استجاب انه قال طب خلاص احنا مش هنعلق اسماء المتقدمين لوظيفه يعني كما لو انها وظيفه المتقدمين لشغل وظيفه رئيس تحرير مش هنعلقهم في المؤسسات وهنلغي مساله تلقي الطعون عليهم كما لو انهم يعني كما لو ان الشرطين دول او المعيارين دول هم دول الاساس هم عندهم الماده 28 كمان هيعملوها لنا او حاجه يعني ما نقدرش نطعن ولا حاجه ونشرب اي حد واضح كده ولا يعني طبعا هو الغريب هنا والمستغرب يعني لا ادري يعني كيف يفكر يعني الحقيقه وانا يعني كلنا يعني انا ويعني وانت وكلنا لنا اصدقاء وزملاء اعزاء من الصحفيين المنتمين الى الاخوان المسلمين نعم. وهم محل تقدير منا جميعا ولا ادري لماذا لا يتوجهون الى رئيس مجلس الشورى المنتمي الى حزب الحريه والعداله والى الاغلبيه الموجوده في حزب الحريه والعداله ويحاولوا ان هم يفهموهم ان هذه المعايير لا يمكن ان تقبل بها نقابه الصحفيين ولا يمكن ان تقبل بها جمال عموميه نقابه الصحفيين. احيانا بشعر يا استاذ كارم ان الجماعه تلعب ضد نفسها. يعني وهي داخله انتخابات والله هو واضح يعني بتقدم تجربه غريبه جدا لازم تخوف الناس لان عندي اغلبيه في مجلس الشورى فانا هتصرف بهذه الطريقه وهظبطها زي ما انا عايز ووجه اخر من الحزب الوطني وجايه مع الاعلام تحديدا في مرحله حساسه جدا تحسسك انك لازم تخاف يعني مش عارف انا هنا الحقيقه عايز انوه بس يا استاذ خيري وكويس ان انت طرقت هذه النقطه عندما اعلنت او عندما اعلن عن هذه القضيه لاول مره اثيرت من خلال مجلس الشورى اللي هي قضيه التغييرات في رؤساء تحرير ورؤساء مجالس الاداره في المؤسسات الصحفيه القوميه كان في شهر مارس الماضي وعندما اعلنت بشكل فج جدا وكان يتحدثون كما لو ان كل القائمين على اداره المؤسسات الصحفيه فاسدون ويجب واستخدمت الفاظ مثل تطهير ولا اخره كما لو ان الموجودين وهذا ازعج عدد كبير من الزملاء الشرفاء الذين على راس هذه المؤسسات ولا يمكن ان تشوبهم شائبه لا مهنيه ولا اخلاقيه ولا يمكن مثلا ان يوصفوا بانهم منتمين للنظام السابق لا يمكن يعني في عدد كبير منهم زملاء محترمين ولكن من كل احترام التغيير واجب ومطلوب وهذا ما اثبتته النقابه وقتها وعندما تصدت النقابه وتصدى مجلس النقابه وشن حمله مضاده على الهجمه التي شنها مجلس الشورى على الصحافه القوميه تراجع المجلس وقالوا لنا انه سيتم تاجيل التغييرات الى شهر 7 شهر يوليو نعم. لماذا تثار الان يعني لماذا تثار الان وصيرت في خلال الشهر اللي فات او الشهر ونص اللي فاتوا الخمس اسابيع اللي فاتوا اثيرت 3 أو 4 مرات كما لو ان المقصود بها باثاره هذه المساله هو الضغط على رؤساء التحرير الحاليين عشان يظبطوا نفسهم بالظبط يفتحوا دماغهم شويه يعني الحقيقه انا مش عايز اصف لكن يعني هذا يصل الى درجه الابتزاز نعم انه انا اضغط الان بسلاح التغيير يعني او اضع مقصله التغيير على رقبه كل زميل صحفي يرأس تحرير اي مطبوعه في اي مؤسسه قوميه اضغط عليه بسيف انه يعني والله لو ما عدلتش نفسك وظبطت امورك هتتغير يعني هتمشي يعني هتمشي يعني طب ده معقول وهل هذا يعني بيثار الان يعني علشان يبقى الصحافه القوميه مطلوب انها يعني لا يعني تاخد موقف معين من مرشح حزب الحريه والعداله في انتخابات الرئاسه هذا غير معقول انا بشكرك يا استاذ كارم بشكرك جدا استاذ كارم محمود سكرتير عام نقابه الصحفيين عايز اقول لكم زمان لما كانت بتقابلنا ازمه مش زمان قوي يعني احنا كصحفيين كنا بنروح عاملين طربوش كده اسمه الرئيس ونحن ناطق ان الرئيس مبارك لا يقبل اطلاقا ان تهان الصحافه او تحاصر في عصره وبتاع كانت بتجيب نتيجه دلوقتي نكلم مين يعني نقول سيد المرشد الصحافه لا نقبل ان تهان في عصرك ونعمل ايه يعني من اذا كان مجلس الشورى قرر انه يسمع وودن من طين اما نقابه الصحفيين المعنيه بشؤون الصحفيين والتي تمثلهم وهي المنتخبه واحنا هنعمل اللي احنا شايفينه. كان في طربوش بنلبسه زمان، هنلبس الطربوش لمين؟ خلونا نطلع قبل ما اطلع الفاصل.
الصحافة المصرية ترتكب خطأ قاتلا بالتشهير بفتاة مصرية متهمة في قضية النائب السلفي في الأيوبية. هذه الواقعة اللي بتحققها نيابة بنها عمل غير أخلاقي، إن احنا كل وسائل الإعلام، أغلب وسائل الإعلام تنشر اسم هذه الفتاة، عمل غير شريف وغير محترم. احترموا أعراض الناس، لأن الكاس داير وكل واحد يحط إيده على رأسه. بعد حسيبكم الآن مع تقرير، التقرير ده عن مقاطعة الانتخابات. تعال قاطع علشان نجيب 51% فتبقى القوى الرافضة أكتر من اللي هيجي رئيس، وحتى لو جت أقل أي رئيس يجي ما يبقاش بالأغلبية. حسيبكم مع التقرير وحنعرف إيه اللي عندنا أخبار. بعدها أستقبل واحد مننا، واحد من الناس، واحد بنحبه ولدينا أسئلة كثيرة نطرح عليه، الأستاذ حمدين صباحي. سؤالنا على الفيسبوك: هل نوافق على إبطال صوتك في جولة الإعادة الرئاسية اعتراضا على المرشحين مرسي وشفيق؟ لغاية دلوقتي نعم 22%، لا 88%. سؤالنا مستمر معنا حتى نهاية الحلقة. سأترككم مع هذا التقرير اللي عاملاه زميلتي بسنت شحاتة، ثم تقرير إخباري إيه اللي حصل في مصر بسرعة النهاردة، لأستقبل ضيفي العزيز الأستاذ حمدين صباحي. يشارك، يقاطع، يبطل صوته، تلك هي الأفعال التي سيختار من بينها المصريون فعلا واحدا في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة. ووسط حالة من رفض نتيجة الانتخابات انطلقت حملة شارك وابطل صوتك. قدامنا حل ان احنا نبطل اصواتنا خالص، يعني ما نشاركش، نشارك مع مبطلون، او ان احنا نشارك ونبطل صوتنا على امل ان يبقى في سيادة قانون في مصر، وان احنا نسبة الاصوات لو وصلت 51% بطلة، فبالتالي يبقى تعاد الانتخابات، وده اللي احنا عايزين نوصل له، لان ما فيش اي حد من الاثنين موجودين، واحد فيهم بيمثل التيار الاسلامي فقط لا غير، والتاني بيمثل النظام السابق اللي احنا صرنا عليه. حملات أخرى رافضة لجولة الإعادة انطلقت، منها حملة مقاطعون وحملة مبطلون، والأقوال اختلفت حول جدوى المشاركة بإبطال الصوت. أما الحملة فلها دوافعها. اتكلمنا مع مستشارين قانونيين برضك، هم كلمونا أن اللي بينجح بينجح بنسبة 51%، فلو ال 51% من الناس اللي شاركت بطلة، فبالتالي الناس رفضهم، فده دي نوع من الاثنين، يا اما تعادل الانتخابات او الرئيس القادم اللي هينجح من ال 49% اللي شاركوا بنسبه 51% منهم، فهو هيبقى عارف ان هو جايب نسبه قليله، فدي هتدي يعني تبقى نقطه ضعف عنده يقدر بيها ان هو يحاول يكسب ال 51%، فاللي هو في الاخر هيبدا يعمل اصلاحات، يطبق برنامج بسرعه، اصلاحات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، وده هيصب في صالح المجتمع المصري او الشعب المصري، فده كله احنا هنستفيد منه. ففي كلا الحالتين الحملة لها إفادتها. بين من يؤيد المقاطعة أو المشاركة بإبطال الصوت ومن يعارض ذلك، اختلفت آراء المواطنين. مجرد عدم نزولي أو قعدي في البيت مش 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 لأ، مش كلمة لأ، لكن مشاركتي إن أنا أبطل صوتي دي كلمة لأ اللي احنا بنقولها. أنا شايف إن هو المقاطعة في حد ذاتها كويسة، سواء بالإبطال أو سواء بالمقاطعة، بس هو أنا مش من رأيي إن أنا أنزل وأبطل صوتي. أنا مش مضطرة إن أنا أختار حد وحش عشان الوحش قوي ما يكسبش، فأنا بأيد الحملة بتاعت إبطال الصوت. أنا هنزل وهقف في الطابور وهقول، هكلم الناس وهقول لهم أنا هبطل صوتي ليه، وهنزل أبوظ صوتي. أنا موافق على الانتخابات من البداية، كنت بتمنى أن الحملات دي تبدأ من بداية الانتخابات. أنا مش موافق على أي مواطن مصري أنه يقاطع الانتخابات. الانتخابات ده الصوت ده حق لكل ناخب، وأنا لما أنا قاطع انتخابات يبقى أصلا من باب أولى ما كنا رفضنا موضوع الانتخابات من الأصل. أنا بوظ صوتي ليه؟ لأن عايز انتخبه هنتخبه طبعا. الدعوات دي بطلة، لأن المفروض كل واحد يقول صوته. مصريون ارتضوا بصندوق الاقتراع حكما ثم انقلبوا عليه لتنتشر هذه الحملات، وليبطل بعض المصريين في الخارج أصواتهم في جولة الإعادة، لكن الصندوق وحده هو الذي سيقرر إن كان لهذه الحملات تأثيرا في جولة الحسم. بسنت شحاتة، ممكن. وزير الخارجية يصرح بأن عدد المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة 310,000 مصري. تشريعية الشورى تنتهي من إعداد الملامح النهائية لمقترح الدستور الجديد.
دفاع مبارك يتقدم بشكوى للنائب العام للمطالبة بالإفراج الصحي عنه. المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يغادر القاهرة متوجها إلى برلين. رفض تظلم حسن عبد الرحمن على حبسه في قضية إتلاف مستندات أمن الدولة. راشد الغنوشي يلتقي مرشد الإخوان وعددا من القيادات في مقر الجماعة بالمقدم. حملة أبو الفتوح تعلن رسميا التصويت لمرسي في جولة الإعادة. زلزالا بقوة 4.1 يضرب جنوب غرب شرم الشيخ.